السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعتكم مقطع جديد لعبة حارس الحدود. اليوم راح نكمل. صراحة ما ادري وين وصلت في المقطع اللي راح، لكن خلونا نقرا الجريدة. طبعا الجريدة هذه كل ما تصحى يكون فيه خبر جديد، فيعلمك انه فيه مساجين شرد ومن السجن لازم تنتبه. معناته هذه لما توصل العمل راح تكتشف انه في تعليمات جديدة بخصوص المساجين اللي شاردين هذول، وراح يكون عليهم تعليمات يعني انه مطلوبين او ايا كان. خلونا نتاكد من الفلوس، فلوسنا الدولار. انا ما ادري ايش قاعد يصير معي بخصوص الفلوس، لكن مو مشكله فلوسنا. ما ادري كذا فجاه تطير. عندي خشب هنا راح ابيعه، طبعا ما في مشكله. هنا عندهم فحم، امورهم طيبه، الولد اموره طيبه. اعتقد انه الخال او العم والزوجه طالعين يشتغلون، فراح يجيبوا لنا فلوس، ما هي مشكله برضو راح نعوض الفلوس. والفلوس في لها 20,000 طريقة، في جلتشات، في كل شيء. يعني في حال انه استمرت عندنا مشاكل الفلوس هذه راح نقدر نسوي جلتش ونطلع دبل 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 فلوس، ما هي مشكلة يعني في حال انه كانت اللعبة تستعبط علينا يعني زيادة. طيب عندنا هنا نقول نقدر نشيل كم حبة الآن؟ 1 2 3 4 5. عندنا 5 هنا، 6 ناقصنا واحدة، ونقول 1 2 3 راح نقدر نشيل 6. ما راح تكفي، راح نشرب هذا نعطيه درينك. الآن عندنا هنا 6، راح نقدر نشيل 7. هنا 7 ما نقدر نشيلها، 7. بعدين يبقى عندي 7 فراغات، معناته اني اقدر اشيل تقريبا، خلينا نقول عندي حزمتين هناك واقدر اسوي حزمتين، يعني 4 حزم اقدر اسوي. راح نبيعها ونعوض فلوس، نطلع فلوس عن اللي راحت. نقول بسم الله ونبدأ نكسر من الحطب هذا. كيف نحط هذا؟ نسيت. ايوه نسوي كذا ونحط خروج، وبسم الله نكسر ونجمع. خلنا نجمع وارجع لكم. اوكي اعتقد انه كذا كفاية. عندي هنا 8، ونسوي لهذا الدروب. نروح نتأكد من اللي في السيارة كم عددها، نسيت، عشان نروح نبيعها على طول. اوكي هنا عندي 8، بنقول ننقص واحدة من هنا تصير عندنا هنا 7 هنا. اوكي والله طيبة، راح نحط هذه هنا. نحطها هنا، نقدر نسوي برضو هنا عندنا 7 تحت، فنقدر نسوي ستاكين تقريبا او حزمتين، ونتوكل على الله نبيعها كلها مرة واحدة عند خوينا. خلنا نتوجه للمحل وارجع لكم. لا 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 تقول لي ما في بنزين. اعتقد انه راح يمشينا الربع هذا. بسم الله وعلى بركة الله. انا ما ادري فين راحت فلوس، كان عندي فوق 100 تقريبا، بس ماني عارف ايش اللي صار. اوكي كويس، لحقنا على المحل هذا ولحقنا على هنا نعبي بنزين لانه السيارة خلاص. اوكي وقف هنا. ايوه لا لا قدم قدم شوي، بس 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 اسحب الهاند بريك. خلونا نشوف كم سعر البنزين، اقدر اعبي بدولار واحد ولا لازم فلوس كثير؟ خلونا نشوف. اقدر اسوي شيء بدولار؟ اقدر اعبي بدولار. كم يعبي الدولار؟ شوية بدون ما يعبي كثير. ها اوعى فكرته بيسرق السيارة. طيب لابد ما نبيع الاغراض الحين اللي عندنا. راح ابيع هذه الثنتين ونجيب حبال عشان نسوي هذه كومباين الثانية، او نسوي لها كرافتنج ونربطها مع بعض ونرجع نبيعها. اوكي راح نبيع لها هذه ب$7 وهذه $7، و نحتاج حبل واحد. نحتاج حبلين. اوكي عندنا لانه باقي في قطعة في السيارة، ونروح نربط القطعتين هذه نحولها ونرجع نبيعها على الرجال نفسه. اوكي كذا سويت ستاكين هذه، ونروح نبيعها. نحتاج طاقة، دقيقة ما عندنا مشروب. اوكي انا مستغرب الهابينس صار لها فترة ما تنزل، ماني عارف ليش. هل لاني قتلت الجار ولا ماني قادر اجري يا ناس؟ ما هي مشكلة خلونا نبيع على هذا. شيل شيل. He's not getting any more. I will back. ما تقدر تبيع كثير يا النحيس. اوكي نخليها في السيارة ونروح نشتري لنا مشروب او شغلة، لان الطاقة عندنا خلاص. يرو ايش بو هذا؟ اوكي
خلونا نروح نحط الأغراض في السيارة ونروح البقالة أو السوبر ماركت. نشغل السيارة، نشوف البنزين قبل لا نروح، تأكد بس لا البنزين ما يجمل. راح ننزل نعبي زيادة شوي، راح نعبي ب$5 ويبقى لي $12 تقريبا إذا المشروب بدولار واحد. راح يفك أزمة تقريبا. أوه هنا ما انتبهت لهذه فوق، تصدقون ما راح أعبي زيادة، خلاص كذا كفاية. أعتقد إنه راح تكفينا يوم واحد لين نطلع فلوس. للأمانة الوظيفة تعيسة جدا، وظيفتي الرسمية ما هي قاعدة تطلع لي فلوس، يعني مرات تجلس تشتغل يوم كامل. لا يخرب بيتك. أوكي نرجع للسيارة، نزلت بالغاب. طيب الوظيفة تأخذ مني وقت ومخاطرة وزحمة، لكن ظالمين الوظيفة صراحة في اللعبة هذه، يعني تطلع بعد شغل يوم كامل وتعب وكذا تطلع ب$5 $3 الوظيفة هذه. للأمانة لو تفتش في الله يعزكم الزبايل في اللعبة، الزبايل والشغلات هذه ممكن تطلع فلوس أكثر ب20 مرة من اللي تأخذها في وظيفتك، فهذا شيء يقهر صراحة. غريبة الطاقة عندي فل أو السعادة فل، وهذا يبيعها ب المشروب $2، المفروض يكون أرخص من كذا. لكن راح نحتاج نشتري نشرب اثنين، خلاص أمورنا طيبة. نرفع الطاقة لأنه ورانا عمل وراح يستهلك طاقة كبيرة العمل، وبرضه المشوار القيادة من هنا إلى العمل راح تستهلك انرجي كثير، فراح نحتاج الباور. طبعا قربنا، ولكن زي ما انتم شايفين لا 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 زي ما انتم شايفين زيت السيارة ثقيلة شوي على وشك، واعتقد الله اعلم اعتقد انه الهابينس عندي او السعادة قلتش، لانها مستحيل تبقى ثابتة كذا على طول. اسحب البريك، لا تروح السيارة، تكفى لا تروح، واقفة مظبوط كما راح تحرك. فمثل ما قلت اعتقد انه مقلتش السعادة، مستحيل تبقى ثابتة كذا على طول. والله بصفر هذا اشيل واحد ومو يترديتر واحد بما انه بلاش. يس اعتقد انها في مشكلة لانها ما هي قاعدة تنزل السعادة ابد. نعبي الموية، نعبي هذا، شيك الموية راحت. اوكي لان الموية لو اخذتها زيادة عن حاجتك راح تتورط، ما راح تقدر تستفيد منها شيء، ولا تقدر تبيعها ولا تقدر تسوي اي شيء، لازم تعبيها في السيارة. فبسم الله خلونا نبدأ وظيفتنا لليوم الاول ونشوف ايش في تحديثات اليوم في العمل، ايش في تعليمات جديدة. بسم الله وعلى بركة الله. نلبس البريها او الكاب ونقول بسم الله، نشغل الجهاز و نيكست. تعالوا هذا شكله مجرم، هذا لابس برتقالي. انا غبي صراحة، ناديته قبل لا يفتح الجهاز. هذا واضح انه شارد من سجن. I'm alone in this life, please pass me cross the border, I am not guilty. على طول هذا اعترف انه انا ماني لست مدان، حاجة زي كذا، بس الصور مش واضح اللي حاطينها هنا، ولا هو من ضمن المطلوبين، لكن برضو ما يمنع انه يكون شارد من السجن. اوكي ايفان الاسم مر علي، هذا ايفان. طيب ما هو بهنا، نسوي كذا نشوف التعليمات الجديدة اللي هي اعتقد رقم 6. دقيقة. Only people from Sochi have to wear mask، فقط الاشخاص اللي من السوشي مدينة هذه هم اللي يلبسون اقنعة. Don't get anybody wearing. اوكي طبعا في ناس قالوا لي كثير شكرا لكم، قالوا لي هذه فيفا سترافونكا ما ادري شنو، يعني تحية او زي كذا تعظيم او حاجة زي كذا يعني. اوكي سرق، ايش سرق هذا؟ سرق فحم، الله ياخذك. ما علي راح نعوض الفلوس، راح نجيب كلب يحرس البيت، ما هي مشكلة. في تعليمات كثير اجهلها، مو اجهلها نسيتها. طبعا هذا واضح انه حرامي، بيقول انا ماني، هل ارجعه ولا ابلغ فيه؟ هذا حرامي لازم ابلغ فيه، شارد من السجن هذا، معليش سامحني. خذ 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 اوله كذا، صار قبل يجي عسكري. يلا ضف وجهك،
والله سوالي حركة. اوكي اللي بعد. والله ذبحوه يا ناس، شيت طلقوا عليه. اللي بعده ايش بكم خايفين؟ خلاص راح الحرامي والله، حتى ما شيكت تصدقون، ما شاء الله علي لا شيكت ولا شيء ولا. هلا 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 كول كول. الشيء كذا شكله هالو اوكي. طيب هذا ايش عنده؟ ايش البطاقة الجديدة هذه حقت اس سي بي؟ ما عندنا اي تعليمات عن هالبطاقة هذه صح؟ ايش قال لي هنا؟ هنا هلو كوم، ايش كوم ريد هذه؟ لغة هذه ولا ايش؟ دقيقة خلنا نشوف التعليمات، هل في تعليمات عن الكرت اللي معاه هذا؟ ما في اي شيء عن البطاقة اللي معاه، لانها ما عندنا اي علم عنها. طيب هذول ما قالوا لنا اي شيء عن البطاقة هذه، وبيني بينكم اوراقه تعتبر ناقصة، فخلونا نشيكوا عشان نتأكد نضمن وضعنا. شوف وضع، هلا والله معاه مسدس، بس هل هو شرطي مباحث؟ شكله مباحث. هذه البطاقة كأنها عسكرية، اس سي بي رايز اس سي بي. معلش معلش راح ارفضك، سلاح ممنوع والله لو انك ايش، راح اخذ انذار على هالشيء بس مو مشكلة. ما سلاح يا ناس، ابلغ ولا ارجع؟ ارجع ارجع بما انك عسكري. لا مو كذا، ايش في علق؟ ايش في؟ ارمي هذه هنا، سوي كذا، نعطي هذه، اعطي هذه، توكل على الله. I report you، بيشتكي علي. اوكي ما صار شيء، ما صار شيء يا حبيبي، امورك بالسليم، اهم شيء ما تدخل احد غلط. رجعوا بس لا تدخل احد غلط، هذا اهم شيء. ايش فيهم اليوم الناس لابسين حراميه؟ I killed your family. يهددني. لحظة 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 لحظة. I know you. I'll kill your family. يقول أنا أعرف بقتل عائلات. شيك بسرعة يعني يعني تلفظ علي. شيك بسرعة يا حذاله ووقع. حط أبروف يقول لي. يبدو لي إنه مطلوب صح؟ هذا مشكلة، ما هو واضح اللي بالوسط. نشوف أوراقه. نفس الوجه للأمانة، لكن خلونا نشيك بهذا، نختصر الموضوع يمكن معاه شيء. يا حبيبي يا حبيبي، هذا سوي له كذا رفض، أيوة رفض ورفض هنا، رفض هنا، رفض هنا كذا، لا تخلي مكانها. رفض على يد ما تجي، رفض هنا هنا، رفض رفض. ها يلا ضف وجهك وعسكري، تعال شيل هذا، هددني ومعاه سطور. يلا توكل على الله، توكل على الله، روح اذبح اذبح. والله بيذبحونه. قول لي صوت الطلق، الناس صوت الطلق ذبحوه على طول. هلا والله هلا. هلا هلا، وش بك كذا منتفخه من جهه ومن جهه مبنشره؟ حياك الله. هلا مرحبا، مطلوبه هذه ولا لا؟ ما هي مطلوب، ما عندنا بنات مطلوبين. امورها طيبه. خلونا نشيك اوراقها، نقول بسم الله، نشيك الاسم، نشيك التاريخ. هذه المدينه اعتقد يبغى لها تصريح خاص، ومعها اعتقد انه موجود. الرقم يبدو لي مختلف، كان رقم كويس. التصريح هذا نفس الاسم. اوكي جوب، وش هذه الوظيفه عاد؟ معليش سامحوني يا ناس، في ناس كثير يكتبوا لي انت دج انجليزي واللي انت مدري ايش. معليش ترى انا من جنبه جدا في الانجليزي، مو مره يعني، لكن انت يمشي الحال يعني. كوليرا عندها تطعيمة الكوليرا. والله البنت حلوه، البنت هذه امورها طيبه الى الان، لكن انا احس ان فيها غش، في شغله راح تجيب فينا العيد. تصاريح عنده، تصاريح عنده، كل شيء، باقي التشيك. طبعا هذا الشيء اللي المفروض تسويه من اول مره عشان
تختصر على نفسك الشغل معها مسدس يا ناس، شايفين الثوارة كيف باين منتفخة من جهة، شوف كيف بطنها منتفخ. المفروض من اول تسوي كذا بلاغ، لانك جالس تشيك الاوراق كلها بعدين تفتش، هذا غلط. مرة ثانية نتعلم، خلاص نشيك قبل لا نشيك الاوراق نفتشها عشان نختصر وقت. تقول لي لا صيدك والنعمة، اشتر لي كذا بيدها. اللي بعده شو تقول؟ تشك 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 تشك، انت حرامية ولا ايش؟ ايش سالفتكم انتوا اليوم؟ طيب هذه يلشي، فكرت من ذيك المدينة اللي قلنا عنها السوشي عندها تطعيم. بس دقيقة دقيقة يا اخي، انا كل شوي اغلط نفس الغلطة. شيك اول شيء، افحص، شيك الجسم، هذه جسمها كويس يعني، ما هي زي ذيك منفخة خبية سلاح تحت الملابس، لكن ما عندها اي شيء، امورها طيبة هذه. اوكي راح نبدأ الان نشيك حبة حبة. الورقة هذه الاسم نفس الاسم، التاريخ نفس التاريخ، جاية فور وورك. الرقم نفس الرقم، امورك طيبة. هذه الورقة اوكي، نشيك الورقة الثانية، هذه الاسم نفس الاسم، هذه ما يحتاج، هذا تصريح عمل بما انها جاية تعمل فمعها تصريح عمل. عندها تبع الكوليرا، امورها طيبة. تاريخ نفسه 12/12، يبدو لي انها كويسة صح؟ شوف مطلوبين، انا عارف نفسي جيد، ما هي مطلوبة. اسم الاسم سلافا، هذا شكله بنت، لا مش هي. طيب امورها طيبة، التعليمات جدا كويسة، التعليمات التشيكات جدا كويسة، ما اعتقد انه مطلوب منها اي شيء، ما قالت اي شيء ولا تلفظت علي، امورها طيبة. راح امشيها وان شاء الله اني ما اكون نسيت حاجة او غلطت في شيء. سوي لها واحد ثاني لعيونها يا رجال، بما ان خربنا الختم الاول، ونمشيها وان شاء الله نكون ما جبت العيد. اعرف نفسي لما اكون طيب بزيادة اجيب العيد، قولي ناي جبت العيد. ما مداني اتكلم يا ناس، المدينة تبعها الظاهر لازم لها تصريح، ما ادري ايش لها. وش سويت انا؟ يخرب بيتك، اللبس لبس سجن يا ثور، لبس سجن. مشيت واحدة لابسة ملابس سجن، امورها تمام، شفتوا كيف غشونا الكلاب؟ امورها تمام، كل شيء تمام فيها الا انها لابسة ملابس سجن. هذا اغبى شيء سووه معاي اليوم صراحة، شيء يقهر يقهر يعني. اوكي شيل لي ملابس سجن برتقالي وابيض، انت ايش تبي بعد؟ ليه لابس حفاضة في وجهك؟ دقيقة، واتبر ترانسفير، نقل جايه، نقل ديبان جايه، نقل. خلونا نشيك على اسمع السريع، شيك على التاريخ على السريع، شيء ارمكو. ايش هذه؟ اول مرة تمر علي المدينة هذه، تصدقون؟ دقيقة، ذيك هنا أمور طيبة، نشيل هذا أهم شيء. و عنده كوليرا تطعيم، الاسم نفسه ما في اختلاف، تراس، التاريخ نفسه، أموره طيبة، بس في شيء ناقص، أنا أحس في شيء ناقص، خلنا شيك، نسيت أشيك قبل كل شيء. والله غشوني باللي قبل شوي، البنت اللي قبل شوي غشتني، سوت حركة مال أمه داعي، الملابس اللي لابستها ما انتبهت انها في شيء يضرب هنا. اوه ايش في معك؟ ايش معك انت؟ سمعت الصوت؟ شو هو؟ وين مخبي ذا؟ كل هالزحمة اخر شيء مفتاح، دبر هنا شوف، صعب تجيبه، لازم تجيبه بالملي. طلع شوي راحت عليك، لازم تجيبه هنا بالملي. كويس انتهى العمل وحنا نسولف مع ذا، حتى لو جبنا العيد معاه اموره طيبة. خلونا نشوف خريطة، نشوف مدينته هو. مدينته هذه اعتقد صح؟ هذه حنا، دقيقة دقيقة، نقراها على السريع مدينته. اوكي هذه مدينته، ارماكوف، ارمي 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 يا ثور. هذه مدينته ما عليها اي تعليمات، ما في اي شيء بخصوص هذه، اعتقد اني راح امشي
بس لحظة، هل معاه تصريح عمل؟ هو ليش جاي؟ قال عمل ترانسفير، قال نقل بس، ما قال عمل. راح امشي، خربانة خربانة يا رجال، ان شاء الله ما يكون غلط. هات طيب، هذه مع تصريح دخول صح يا حبيبي، نطفي الجهاز، خلص عملنا سريع، خلنا نشوف كم طلعنا راتب من الوظيفة الزفت هذه اللي احنا فيها. نسوي اللي يضغط اف ده. ايوه راح نطلع الان نشوف كم طلعنا. ما طلعنا 41,000. وين اللي 41,000؟ ما عاد في ناس تلاحظون، ما عاد في ناس تعطي رشاوي عشان تدخل الحدود. اول كان يجيك كلاس يحط لك فلوس على المكتب يعطيك رشوة عشان يعبر الحدود، الحين ما عاد فيه. راح نفتش زباير خربان الشغلة، هذا راح نحتاجه، هذا راح نحتاجه، هذا راح نبيعه. امورنا طيبة كذا على السريع. وين وين طيب؟ راح نمشي الان نشتري اغراضنا لليوم، نقضي طبعا. كل مرة وانت راجع البيت لازم تقضي. مرة دي تشتغل، ايوه اشتغلت. طبعا كل يوم وانت راجع البيت لازم تقضي بعض الامور عشان ما تجيب العيد، عشان ما يفضى بيتك، عشان ما برضو عشان ما يهربون اهلك من البيت، لانه لو هربوا واحد واحد من البيت فراح تخسر اللعبة. وخلونا نتوجه للسوبر ماركت وارجع لكم. وصلنا وصلنا، ودكم اقامر؟ والله فيني في يد تحكني كذا، يد تحك. اوه بنزين راح، وانا يخرب بيتك مشوار قصير راح البنزين كله ذا. يبدو لي احتاج نفلل للسيارة، لكن نفس الوقت احتاج اطلع مبلغ طيب. فما لنا الا ديبان خوينا عبدو مقامر طلع كم قرش. طبعا هذه اللعبة صعبة، لا احد يلعبها، ما انصح فيها. هذه تخمن من بين اربعة فصعبة، هنا تخمن من ثنتين اسهل بكثير. فنقول بسم الله نختار يمين وراح تجيب العيد. اعتقد راح اطلع مفلس من الجيم. يخرب بيتك. اوكي اخترت يسار، الحين راح يروح يمين. يخرب بيتك يا نحيس يا معفن، شوف اصابعه كيف مقطعة. برضو يسار، راح افلس. حيوان حيوان، الله ياخذك الله ياخذك. شوف الحين راح يروح يسار، شايفين الحيوانة كيف؟ يسار يلا، ما بحط 10، لا لا 5 تكفى تكفى. اوكي رجعنا 5، ما سوينا شيء، رجعنا 5. راح احط يسار برضو 5. اوكي بدينا نرجع. يبدو لي راح اروح يمين، راح احط يمين 10. هذه يبدو لي هي اللي بتجيب فينا العيد. اوكي بطل بطل، رجعنا راس المال. راح نلعب على 5 يمين، راح يسار. الله يخرب بيتك، ليلي معاك طويل. 5 راح اختصر لكم طبعا، ما راح احط لكم المقطع كامل ولا قامر هنا، لان هذه فعلا تاخذ وقت طويل. ما ودي اني اعذبكم معي شوي في المقطع، اضيع وقت في هذا. اوكي ذيبان قاعد يختار يسار، جحفلنا كل شوي. 5 يسار، اي لما احط 5 تعطيني، لما احط 10 ما تعطيني يا خايس. برضو ذيبان يلعب على اليسار. اوكي راح نثبت على اليسار، بما انه ماسكه معاي يسار. شوف راح يروح يمين، حيوان راح يروح يمين. اوكي خلك رجال وخلك على اليسار، كفو كذا امورك طيبة. راح تجحفلني الان لكن مو مشكله، راح العب على 5 عشان اضمن. اوكي ودك تحط المبلغ كامل، بس ده خسيس ترى، يجحفلك يمين يسار. راح يمين، راح اصمد على اليسار، هو راح يستمر على اليمين. اعرف الخسيس، برضو رجع يمين. ايوان يرفعك 10 وينزلك 20، ما راح اخليك، ما راح، لازم اعوض فلوسي اللي راحت. رجعنا، راح احط 10 الان، راح اخاطر راح اخاطر، لان فلوسنا جالسه تضيع كل ما نطلع من الجيم. ايش قاعد يصير؟ اوكي يسار، يبدو الامور كويسه الى الان يعني. ترى احنا نحط يسار بسم الله.
وجحفلنا. ليه كذا؟ ليه ليه يا اخي؟ خاف الله فينا. صفارة حالتنا حال، حطيت 10 بالغلط بس اوكي اوكي رجعنا العشرة. راح نحط 5 يسار، راح يمين برضو ما يبغاك تكسب، ما يبغاك تكسب 10 يسار. اوكي رجعنا راس المال، راح اعطيه 15 يسار، هذه ان شاء الله تصيب، ان شاء الله تصيب. اوكي طلعنا مكسب. يبدو لي المبلغ كويس، ما ودي اطمع بزيادة واجيب العيد. يبدو لي انه كويس، 51 جدا كويسة، فتكفيني حق يومي وتكفيني وزيادة. الان عندي 60، فاعتقد انه راح يجحفلني يمين، فاعطيه واحدة يمين نجرب، مع انه تعدينا راس المال. لا باقي الحيوان يلعب على اليسار، راح نعطيه 5 يمين، راح يروح يمين. شوفوا نعطيه 5 يمين، راح يروح، راح يمين. حيوان يروح على الشيء الضعيف، اذا حطيت مبلغ قوي ما هي ما ما يطاوعك. شوفوا الان راح احط 10 يمين، ان شاء الله تضرب معي. ضربت معي يمين 66 يا حبيب، زي اللوز. اطلع من هنا خلاص، طلعنا فلوس. راح نحتاج نرفع السعادة، ماني عارف اذا الشوكولات اللي عندي يرفع السعادة ولا لا. عندي هذه الطاقة راح نشربها، هذه راح ترفع السعادة عندي. لا هذا علاج، هذا علاج خليه هنا، هذا راح نبيعه. كويس اقدر اجري الان او اقدر اركض ولا صح. البيت مو ناقصه شيء، البيت ناقصنا شراب للعم سعره 1. راح نشرب راح نشرب راح نشرب عشان نرفع السعادة بس شوي. ما عليه ما عليه، سامحونا، خلنا نرفع السعادة شوي. السعادة فل يبا، ما نزل السعر ليه؟ ما استفدنا شيء. خلنا نشتري 2، نشتري 2 من هذا. سجاير للزوجة نسيناها. فحم انسرق مننا 1، راح ناخذ 1 زيادة. امورنا طيبة، عندنا اكل في البيت. شوكليت، الولد عنده شوكليت؟ في الشنطة فيه شوكولات، شنطة السيارة فيها شوكولات، فيها شوكولات، فيها علاج، أمورنا طيبة إلى الآن. أعتقد إنه مو ناقصنا شيء للبيت. خليني آخذ هذا عشان أشرب، لأنه أنا ناقص الآن. أشرب كذا، نفللها ونشتري، بما إنه فلوسنا زايدة أمورنا طيبة. نشتري 2، 3، 3 عندنا مشروبات غير اللي شربنا، يعني إحنا مفولين شاربين. خلونا نروح نبيع الاغراض فوق. اوكي يبدو لي اني احتاج بنزين اول شيء قبل كل شيء. احتاج بنزين، في غزلان هنا راح اذبحهم، راح اذبح الغزلان ذولي. وقف السياره ببنزين على السريع ونفول $10. اول التانك يا حبيبي، خلاص نقدر نعبي بدولار واحد. خلاص فولنا السياره، باقي عندنا فلوس، امورنا طيبه. نطلع القناصة من هنا، نحط الأغراض هنا، نجيب هذا عشان نبيعها، هذا عشان نبيعها، هذا يرفعها هنا عشان نعطي شايبنا اللي هناك في البيت، ونعطي العجوز، الأغراض اللي طالبينها البيت يعني عموما. خلونا نجهز القناصة هنا، نقول بسم الله. أقدر أعطيهم دبل شوت، خليهم يملكوه، إيه كذا، ما صادهم. ما في رصاص، لا يا شيخ نحتاج رصاص. لا تعال عند الطيب هذا نشتري رصاص. بكم رصاص؟ هو مو بهذا، مو بهذا، اللي فوق اللي فوق. خلي شيل السيارة مرة واحدة. اوكي ننزل عند خوينا، اتمنى لو يضيفون شغلات طلع منها فلوس اكثر في اللعبة هذه، لان الوضع متأزم شوي. ما احنا قاعدين نستفيد صراحة بذاك كويس. هذا قيمته 5 يعني جدا كويس سعرها. كيف نعبي كود بين 5؟ لا يكون عندي في شنطة السيارة رصاص، والله العنب الثوار. عندي 5 طلقات، يلا ما هي مشكلة وخرت. هذا اقدر اذبحه؟ ما يموت هذا، مو الحرامي. يلا نذبح ذاله. ايوه ذبحنا واحدة. هل عندي فراغ اذبح الثانية؟ اي عندي فراغ.
تعال 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 تعال، ايش الرقصة هذه؟ ايوه شيل اثنين لحم كذا يا حبيبي. سفري سفري، شوف عندي لحم ما شاء الله، ستيكات فوري. طيب هذا ليه كل يبغى يسرق السيارة؟ اخر اخر، الله يخرب بيتك اخر. يلا نروح البيت بسم الله وعلى بركة الله، ولننطلق الى بيتنا. اليوم اشتغلنا شغل مزبوط، جمعنا فلوس، قضينا للبيت. وحادث هنا، لا اله الا الله، هذا اللي ما ينتبه للخط يلعب في الجوال. رتبنا الامور. هذا يبغى له ابره، ما عندي ابره الكلب، نسيت اخذ ابره للكلب. المقطع الجاي ان شاء الله، المقطع الجاي اتذكر ما انسى، وراح اجيب هذا، ما راح اوصله لانه يبي الحدود ورا، ماني فاضي له. راح اجيب ابره وراح اجيب كلب، لازم لازم اجيب كلب المقطع الجاي، لانه هذا قاعد الحيوان قاعد يسرقنا، في واحد قاعد يسرقنا ما ادري منو. راح اشوف بيت جارنا الان، هل جاء واحد جديد؟ اعطيها جلنطي يبا. ما تسحب جلط، حتى تعبان السياره رايح فيها، السياره زي التعبان، عائله تعبانه، عيشه تعبانه، وظيفه تعبانه، امورهم كلهم تعبانين في اللعبه هذه. اوكي خلونا نشوف الحيوان هذا رجع ولا لا، في واحد قاعد يسرقنا، هل هو جارنا؟ خلونا نشوف البيت، في احد البيت. اوكي في اي شيء في البيت، معناتها فيه جار ثاني هو اللي جالس يسرقنا، مش هذا تراب، ما في شيء. خلاص هذا اعتقد انه مات خلاص. يا ليت لو اقدر استولي على بيته واخذ لي هذا واحوله مزرعه وزي، بس استراتيجيه اللعبه يعني ما هي قاعده تمشي. اوكي اللي راح نسوي المقطع الجاي، راح نجيب ابره وراح نجيب كلب ونرتب بعض الامور. سوينا اشياء كثير اليوم. ليش داخل بالسلاح كذا تخوف العائله انت؟ دقيقه خلوني اجيب الاغراض من السياره، شيل السجاير، شيل الفحم، شيل الشراب للخاله والعم، وهذه جيبها. امورنا طيبه كذا يا حبيبي زي اللي، ما في احد اعتقد يحتاج علاج. خلونا نشوف الزوج وش تبي. هلا بالغاليه، هلا هلا. كم طلعتي؟ طلعتي 12 يا عمري، هات هات نص الفلوس. ايش معلش سامحيني يا الحب، راح اعطيك سجاير. امورك طيبه. وين وين الثاني العربيد هذا؟ دقيقه هلا بالغالي، ها اخذ من هذيك ماني ولا اعطيك ماني، ايش ورانا؟ وانت تعال. يحتاج علاج، الهابينس عنده فل بس يحتاج علاج. ما عنده فلوس، ما اخذ لي 4 دولار حق شغله، ما مشكله. راح نعطيه هذا، هذا سعادته تقريبا فل، ما راح نعطيه شيء، معناته اموره طيبه البيت. راح نحط لهم هذه هنا الفحم، نحط لهم لحمه هنا يا حبيبي، هنا لحمه. أنا قاعد اشوفهم ياكلون الشغلات هذه، هل لها طريقه ولا لا؟ اول كانت تنقص ياكلون منها، يصرفون يعني تقريبا كل يوم ياكلون حاجه، فكانت تنقص شوي الاغراض اللي في الثلاجه، لكن ما ادري ايش اللي قاعد يصير الان. ما هي مشكله، خلونا نعطي هذا علاج عشان لا ننام وهو مريض ونجيب العيد ويموت علينا ونروح غلطه. العائله سليمه، الهيلث عنده كويس، الولد هيلث عنده كويس، الزوجه هيلثها كويس، سعادتها كويسة. Don't forget. اوكي نام، هذه نهاية المقطع. طولت لكم المقطع اليوم تقريبا فوق النص ساعة. دفعنا ايجار، رتبنا امورنا، good heat. هذه ما ادري ايش راح نسوي، راح نستهلك تقريبا، اعتقد كذا تقدر تستهلك من الاشياء. سكيبت، هرب العم، يخرب بيتك، ما اعطيك فلوس، ما اعطيك علاج، والهابينس عندك 99% شارد. احسن احسن، خليه يوفر علينا. صرفنا على الاكل، على التسخين، الفحم شغلنا، او تقريبا شغلنا الفحم، واخذنا من الاكل عشان كل يوم لازم تاكل اصلا. وخلصنا مقطعنا اليوم، 35 دقيقه اعتقد الى الان. المقطع الجاي راح نكمل ونشوف ايش راح نسوي بعد كم يوم، طبعا ما راح يكون مباشره بعد هذا المقطع، راح ياخذ وقت شوي، بعدين ننزل مقطع ثاني لانه يحتاج شويه شغل، يحتاج شويه وقت لانه ما ودنا نختم اللعبه سريع سريع. شاكر لكم، فمان الله.